كانت ناجحة وإحنا مستمرين في الاعتصام رغم إن بعض الإعلام المأجور اللي رجع زي ما كان قبل كده قال الكلام ده مش مظبوط وقال إن إحنا ما بقناش مليونية. لا، إحنا كنا فعلا مليونية امبارح، وبعض القنوات اللي هي الصادقة اللي هي مش تابعة دي اللي جابت الحقيقة، أما الكل اللي تابع ده اللي جاب اللي مش حقيقة، وإن إحنا كنا حوالي 300. الاعتصام بتاعنا مفتوح، ما مش محدد ل 24 ولا 25 زي ما الناس قالت. احنا اعتصامنا مفتوح الى تحقيق المطالب بتاعتنا. المطالب بتاعتنا بتتلخص في 3 نقاط اساسيه. النقطه الاولانيه هو تقنين وضع الاخوان المسلمين في البلاد وعدم وضعهم على البلاد، اللي هو بنقول لهم خفوا عن البلد شويه حتى تخونوا البلد. هو فيها مسيحيين وفيها مسلمين وفيها ليبراليين وفيها علمانيين، البلد تشكيله، سيبوا البلد مدنيه زي ما هي كانت. هو لازم نصور البلد كلها علشان ايه؟ علشان العيشه والحياه الحريه وكده يعني، ماشي؟ وطبعا هو وعدنا بان يبقى في بدل وظيفه للناس اللي زي حالتنا، اللي احنا متجوزين وما لناش وظيفه، ما لناش طبعا فلوس ناكل عيالنا، هو وعدنا ببدل وظيفه. هكذا تجمعنا هنا من امس البارحه، من امبارح 24 أغسطس، ومواصلين اعتصامنا، وبقول له الدكتور محمد مرسي فين الحد الأدنى اللي أنت وعدتنا بيه؟ 700 جنيه، أنت قلت فيه 700 جنيه، لا جبت لا 700 ولا 800 ولا 500 ولا 100. يا دكتور محمد مرسي، إن كنت قدرنا ربنا يوفقك، وإن كنا قدرك ربنا يعينك علينا. Thank you.